أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد قراراً بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57-357. القرار طالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناوله لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حالياً. القرار أثار موجة من الاستياء بين الصحفيين الذين أبدوا استغرابهم من أن يصدر قرار بحظر النشر من جهة غير النائب العام صاحب السلطة القانونية. على صعيد صحفي آخر، أعلن 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أعلنوا تأجيل وقفة صامتة داخل النقابة كانوا قد دعوا إليها احتجاجا على قانون الصحافة والإعلام الذي يناقشه البرلمان حاليا. وتزامن ذلك مع بيان أصدره كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والذي أكد احترامه لنقابته واستعداده للحوار بشأن القانون، وذلك بعدما أن انتقد أعضاء المجلس ووصف قرارات النقابة بالفرمانات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا. مساء الخير أستاذ خالد، وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية، يعني الجهة أو الصفة القانونية التي يملكها المجلس الأعلى للصحافة والإعلام أو للإعلام لكي يصدر هذا الحظر وهذا النوع من الحظر الذي كان حكرا على النائب العام المخول الصلاحية لإصدار هذا القرار؟ أستاذ خالد سمعني؟ طيب، يبدو أنه عندنا مشكلة في التواصل عبر الهاتف مع الأستاذ خالد البلشي. إذن كان هذا القرار قد صدر عن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، يقضي بحظر النشر بقضية مستشفى 57-357، والتي كانت الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء التحقيق حول الاتهامات التي وجهت بالفساد لهذه المستشفى. يبدو أن الأستاذ خالد عاد إلينا. مساء الخير أستاذ خالد، سمعني؟ مساء النور، يعني أهلا بك وأهلا مع كل ضيوفك. أهلا بك أستاذ خالد. بداية، يعني حدثنا، هل هناك صفة قانونية للمجلس الأعلى للإعلام كي يصدر هذا القرار؟ الحقيقة أن القرار النهاردة قرار معيب وخاطئ، وهو تعبير عن الوضع اللي وصلنا ليه في مسألة حرية الإعلام في مصر. المجلس ليس من حقه وقف حملات، وليس من حقي اتخاذ قرارات بشأن حملات للنشر، ولكن هناك هو استند إلى نص المادة، هي بتتكلم عن مخالفة واضحة ممكن أن يوقفها المجلس. مثلا زي ما في كل الدنيا، لو في إعلان في شيء مخالف ممكن على تحقيق يثبت أن الإعلان ده مخالف فيتم وقف بس هذا الإعلان، إنما ليس من حق المجلس أن يوقف تداول معلومات، وخصوصا وان استند المجلس هذه المره على ان هناك تحقيق اداري في الموضوع. التحقيق الاداري لا يوقف باي شكل من الاشكال توفير معلومات، بل ربما يحتاج الى توفير هذه المعلومات بشكل او باخر. احنا امام مشهد يعبر عن وضع الاعلام بشكل عام، على الحاله التي سيطر، عن العقليه التي تدير الاعلام في مصر، وهي عقلية قائمة على المصادرة وعلى الحجب، وعلى أن هناك كبير لابد من أن نقف ونحترمه، وأنه لأن نسمع كلامه فإذا تقدم فعلى الجميع أن يصمت. كان هناك من يشير، الوزير جه خلاص فإحنا مش هنتكلم دلوقتي. نعم. القضية نحن أمام ويشير إلى حقيقة الشخص الذي نتعامل معه. الشخص الآن تحول إلى مدير منشأة أيا كان رأينا فيه، ولكنه مدير منشأة يتم يعني تناول عمله من خلال النقد ومن خلال وقائع. الحقيقة هنا هو وقف لتداول معلومات، هي جريمة وقف لتداول معلومات بخلاف حد ومحاولة فرض هذه الوصاية. وعندما يتم فرض هذه الوصاية فالمعنى القادم أننا ستتكرر ذلك مع قضايا أخرى ومع أمور أخرى. هذا هو الخطر الحقيقي. بس هل في صفة ملزمة أستاذ خالد؟ يعني هل هذا القرار له صفة ملزمة؟ ماذا يعني ما هو الإجراء الذي سيتخذ بحق الصحفيين أو الإعلاميين الذين سينشرون أخبارا عن تطورات التحقيق؟ ما هي الصفة الملزمة لهذا القرار؟ الحقيقة أن نحن لدينا تجربة في هذا الإطار، هي تجربة تعطي المجلس حق تغريم
الصحف التي تنشر. والحقيقة أن احنا غربت الصحف دون تحقيق زي ما حصل مع مصر اليوم في حملتها في ما يتعلق بتقرير انتخابات رئاسية أو ما حصل مع مصر العربية في نشر تقرير مترجم، وصدر القرار دون تحقيق ودون وجود لائحة للجزاءات أصلا يتم العمل بها. فأنت أمام هو وضع شخص يصدر من أعلى دون العودة لأحد ودون تحقيق ودون قواعد ودون حتى لائحة جزاءات. فهو هو يستغل هذا الوضع، يستغل هذا الوضع دون أن يضع حتى قواعد للطعن على ذلك. الحقيقة فوارد جدا أن حد الشرطي يغرم. إنما فيما يتعلق بالصحفي الأحالة تكون لنقابة الصحفيين. الحقيقة أن احنا أمام هذه المرة قرار يجب التصدي له. الحقيقة أن انا عندي معلومات، لو عندي معلومات في الإطار ده هنشرها بشكل مباشر، لأنه النص المادة 26 تتكلم اللي هو بيستند ليها إذا كان هذا الاستناد قائم على المادة 26 بتتكلم عن معلومة بعينها ثبت للمجلس أنها تنتهك المعايير الصحفية أو شكل. فهذه يطالب بوقف هذه المادة، يعني مثلا إعلان بيتجاوز أو مادة إعلانية أو إعلامية بتتجاوز وثبت بالتحريف يقول إن إحنا ما ينفعش ننشر ده تاني. وكيف نفسر؟ طيب برأيك لماذا يصدر حظر نشر في قضية وهو تحقيق إداري، وهذه القضية لا تطال جهة سيادية؟ تعودنا حظر النشر أن يكون حين أو يفرض حين تكون أو يكون التحقيق يتناول جهة سيادية أو ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي وغيرها من المسائل التي تشكل خطوط حمراء. أين الخط الأحمر في قضية 57؟ الحقيقة نحن القضية الخطوط الحمراء يعني تنزل كل يوما بعد يوم. نحن أمام بعض القضايا أو حين فيها صحفيين لانتقاد رئيس وحدة محلية في بعض الأماكن. نحن أمام القضية هو فكرة فرض سطوة وسقف، وأنني عندما أقول على الجميع الصمت فليصمت الجميع. نحن أمام اجتهاء أو مناخ فتح الباب لمثل هذه الإجراءات، مناخ فتح الباب لكي يخرج أحد ليصدر مثل هذه القرارات أو ليفرض هذا الفرض حتى بالمخالفة للقانون وخارج تفسير المادة أو خارج التفسير القانوني وخارج الإطار القانوني، ويخول لنفسه صفة ربما صاحب الحق فيها هو النيابة العامة أو المحكمة. والصحفيين طالما طالبوا بوضع ضوابط حتى لقرارات حظر وقواعد لحظر النشر ومعايير يجوز الطعن عليها لوقفها. احنا امام الان قرار اداري، لان على الصحافه وعلى وسائل الاعلام جماعه ان تصمت عن تناول الموضوع بعينه، ان تصمت عن تناول الموضوع حتى لو كان سيكشف حقائق جديده لمجرد ان هناك لجنه اداريه تحقق. طيب الحقيقه رساله واضحه لما نعيشه ولحجم الشخص الذي نعيش حوله ولطبيعه التعامل مع الإعلام في هذه المرحلة. أيضا أستاذ خالد دعني أستغل هذه المناسبة وأسألك عن أسباب تأجيل الوقفة التي كانت مقررة أيضا داخل نقابة الصحفيين، تم الإعلان عن تأجيلها، لماذا؟ الحقيقة الإعلان تم من خلال بيان لستة من أعضاء مجلس النقابة. البيان استند إلى أن هناك تواصل مع النواب وأنهم يريدون توضيح الحقائق للنواب في مناخ دون ضغط عليهم، وأنهم تم توجيه الدعوة للنواب للحضور للنقابة، وأن ده ممكن يكون يشكل عائق أمام التواصل اللي هم مع النواب اللي هيشكلوا اللي هيناقشوا القانون. وهم بيقولوا أن ده مساحة لفتح حوار لكي يفهم النواب هذه المساحة ولكي يدركوا مثلا حجم الكوارث الموجودة في القانون الحالي. وطلبوا الصحفيين بأن بتعطيل الوقفة أو تأجيلها لفترة للأسبوع القادم، وارتأى الصحفيين والزملاء أن إعطاء فرصة إذا كان هناك تواصل مع النواب ليكون هناك تواصل وتفاوض في هذا الإطار. أظن أن يعني رغم أن الكثير من الناس لا يراهن على هذه الخطوة، كثير من الناس يرى أن الأمور قد تمر بشكل مختلف وخصوصا في ظل تقرب مع قوانين أخرى، ولكن مساحة فتح هذا الحوار ربما تكون خطوة. البعض يدرك أن معركة القانون ربما تمتد ما بعد إصداره أصلا، فحتى لا يقال أننا سددنا بابا أو أن الصحفيين سدوا بابا للحوار، أو يحمل زملاء بأنهم هم من خلقوا مناخا متوترا، أو أن النواب لم يعرفوا، أو أنهم لم يتم التواصل معهم. ولذلك ارتأى الزملاء
أن نؤجل لما بعد التواصل، وأعتقد أن ده يعني البعض وافق عليه وقرروا إعطاء هذه الفرصة. شكرا أستاذ خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، كنت معنا من القاهرة.